الدنيا فلاتر مع فلاتر سرحان. سرحان ترى ماشي فواكه بالبيت، لما تطلع جيب معك فواكه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما عندي حال فواكه. تريدي برتقال أهلا وسهلا، ما تريدي ما بجيب شيء. ما حد كلف عليك، جيب اللي تقدر عليه، أهم شيء ما أريد بيتي يخلى من الفواكه. لطيفة، عندش 30 أو 40 ريال لنهاية الشهر، هذا الشهر بالذات متأزم وكثير بعد. سرحانو أتكلم لا تتكلم الشيمة، خليش ساكت أحسن، ما ناقص مناقرة. أرقوشي اللي فيني كافيني. لا بتكلم، عندك 160 ريال حال تليفون، وعندك 50 ريال حال مصر، وعندك 40 ريال حال عطر، صح؟ صح ولا أنا غلطانة؟ اتكلم يلا. أما فواكه حال بيتك ما عندك. ما عندش سالفة انتي، ما عندش سالفة. تقول ما عندي فلوس وتصيح اللحة اللحة، والأسبوع الماضي مشتري تليفون ب160 يا الدمير، خلي الفشرة تنفعك الحين. أيوة انت ما فاقرنك غير ذي الفشرة، ودومك ملتح وما عندك بيسة. أقول لطيفو خلاص، ما أريد منش ولا بيسة. وأرقوش كفي لسانش عني، تعبت من هالمواويل تعب. قرعة وش هالعود سرحان، وش هالروايح الطيبة الشيمة، قاسمنا منه وبصراحة شي ترى. هذا عود كمبودي طال عمرك، العلمك هذا من أرقى أنواع العود. با 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 ترى شيء أكيد غالي. يا حبيبي يا محمد ما يغلى غير الغالي، هذا الربع تولة بس ب35 ريال. يا ربي غالي، قلنا لك ما يغلى غير الغالي. ولعلمك بعد، لعلمك أنا ما أخذنا عن طريق معرفة، أما سعر الحقيقي يوصل 50 ريال وأكثر. تصدق سرحان، أول ما شميت الريحة عرفت أنه من نوع الغالي. يا خزين ينعرف هذا معتق طال عمرك، معتق. اسمي معتق سرحان الشيمة، خبرني من وين مشترنه. قلت لك مشترنه عن طريق معرفة، هذا النوع ما أي حد يبيعه. أبوي ما نروم لك راعي من المعرفة، بس بصراحة ترى شيء والله شيء. ولعلمك بعد، هذا اللي تشمه عطر الأمس، أنا متعطر منه الأمس وريحته للحين باقية. عود كمبودي ذي، هذا المعتق ذي. أبوي ما نروم لك راعي المعتق، خف علينا يا المعتق خف علينا. أسألك، انت ما يروق قلبك على بنتك؟ ها؟ انت ما شي رحمه في قلبك؟ ويش فيها بنتي بعد؟ اسبوعين هذه البنت واحلة إلها تنوح عليك، باغية شنطة حال المدرسة، وانت يا سرح. بس معها شنطة؟ اريد اعرف، ليش تريديني اشتري شنطة غيرها؟ شنطتها كلها متنتفة وخيوطها متقطعة، حتى فضيحة تشلها المدرسة. يا أخي اشتري لها شنطة، ما من غلاء حرام عليك. بس باقي شهرين وتنتهي المدرسة، خليها تمشي حالها، ما في داعي اشتري شنطة جديدة. بس أقول لك الشنطة ما صالحة للاستخدام أبدا، عيب عليك، اشتري لها شنطة ولو ب5 ريالات. لطيفة أنتي تعرفي البير وغطاه، أنتي تعرفي حالتي المادية زين، الله يخليش حاولي تقنع البنت انها يعني لا. سرحان اتكلم ولا؟ ارجوش لا تتكلمي الشيمة، سكتك. لا بتكلم. ارجوش لا تتكلمي، لا تتكلمي، لاني عارف وش باقي تقولي. خلاص خلاص، بشتري لها الشنطة، بس كفيني من شر لسانش. حالو كفيني. وابوش من البريمي؟ أقول لك أنا ما أفصل ملابسي إلا من البريمي. وتنقع ليه البريمي عشان دشداشة؟ هو ليش لا؟ شياكتي وأناقتي أهم شي بحياتي. يا خالد يا صديقي، أنت ليش مستغرب؟
تعرف إن المظهر عنوان الشخصية؟ أعرف بس ما كذاك عاد؟ تعرف إن هذه الدشداشة تفصيلها بس ب9 ريالات؟ هذا من غير سعر القماش؟ التفصيل ب9 ريالات؟ أو لعلمك بعد لعلمك، هذا عن طريق معرفة، أما أسعارهم أكثر من كذا. خف علينا راعي المعارف، أبوي أنت حياتك كلها معارف. ولعلمك هذا النوع من القماش يتكيف وبسرعة مع حرارة الجو، كل ما تزداد الحرارة كل ما يبرد القماش. حشة، هذا مكيف ما دشداشة. زين ما خبرتني بكم وقفت عليك الدشداشة الوحدة؟ القماش مع التفصيل يا خالد توقف تقريبا ب34 ريال. دشداشة ب34 ريال؟ ما كانها غالية سرحان؟ والله بيني وبينك سعرها مناسب، ولعلمك بعد هذا النوع من القماش نازل جديد في السوق. أبوي ما نروم لكم، عيش حياتك وتهنى شبابك يا سرحان. هي لازم أبوي. أخوه خالد يا أخي، سمعت إن سرحان عوين مسجود؟ توشي منه هالكلام؟ فعلا مسجون، ود عمه مخبرني عنه، يقول عليه تشيكات متأخرة لشركات التمويل وما قادر يدفعها وتراكمت عليه ديون، والحين هو موجود في السجن. بانت حقيقتك راع المعتق والمعتق، اللهم لا شماته. زين يا أخي يوم تشوفه تقول هذا ود عز ود هوامير ود الهاي هاي. سرحان طيب وحليلة، بس مشكلته ما راحم نفسه أبدا، يركض ورا المظاهر. عيل دشداشة ب34 ريال والجيب ما في ريال واحد. صحيح يوم قالوا الشيفة شيفة والمعاني ضعيفة.